البارت الأخير. هنا أنا آخر بارت هو مشتقات الحوامض الكربوكسيلية. قلنا أكو أربع أنواع، يا هو الأكثر فعالية الأسيد هالايد، وراء الأسيد أنهايدرايد، وراء الأستر، وراء الأمايد. شلون نسمي هنا أنا شلون نتفاعل وياهم؟ هاي مشروحة شرحنا لكم إياها. عندك الكربونيل هي نيوكلوفايل الكتروفايل آسف، لأن بها شحة إلكترونية، وراح يتم مهاجمتها من خلال أي نيوكلوفايل. إحنا نجي للقطبية، ليش الأمايد أكثر قطبية؟ الأمايد الأولي لأنه يكون أواصر هيدروجيني، يكون أكثر قطبية من الأسيد هالايد. الأسيد هالايد قطبيته أقل كلش، مسافة قليلة من الأسيد أنهايدرايد، والأسيد أنهايدرايد مسافة كلش قليلة أكثر قطبية من الأستر. نجي لهنا تسمية الأسيد هالايد تتحول الاي سي الى ال واي، فاذا كان اسيتيك اسيد يصير اسيتايل كلورايد، اذا كان بنزويك اسيد يصير بنزويل كلورايد، بنزويل برومايد او بنزويل كلورايد وات ايفر على الهاليد اللي مرتبط به. اكو سؤال لو اكمل؟ ها سؤال لو اكمل؟ دكتور ال واي لو واي ال؟ لا واي ال، هنا نهم بيها خطا، خلينا نعيدها. نكمل. هنا انا عندكم امثله للتسميه اللي يطلب مني مساعده، مثل ما كل مره اقول اساعده. هسه نجي دكتور حلقات البازين 2 شنو اسمها؟ نسميهم ما نعرف. سميهم ما يراد هالشيء هسه. هذا كم ذرة كربون بي؟ واحد. خاصة هذا بحلقتين. ثلاثة. والله العظيم أكثر من مرة قايل لكم. في هذا بحلقتين. قايل لكم أبو الحلقة اسمه بنزين، وأبو الاثنين اسمه نفثالين. شنو اسمه؟ نفثالين. وعندكم ابو ثلاث حلقات، يعني نفثالين شنو تسمي؟ بس لحظه دكتور فد، واسميهم كلهم بس لحظه. وات هذا اسمه الانثرا سين، فما دام اسمه نفثالين شنو يصير اسمه كاسيد؟ نفثانويل كلورايد. الانثرا سين الاسيد مالته شنو يصير؟ انثرانويل كلورايد. اوكي، مال اسميهم كلهم اعتذر، لانه هذا المفروض عليكم واجب والمفروض تحلونه. بس مركب الثاني اللي بالنص؟ لا 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 لا، مستحيل ولا اسمي ولا واحد ابد، هذا واجبكم وانا ناطي. صار لي فتره كلها بالامتحان، انا انطيتك مجال كورس كامل. دكتور بس هذا البي سي اتش، هذا ابد اي مركب ما اسمي، اللي عندكم موجود واجبكم. وش قد انا انطيت مجال للمساعده، وش قد قلت يابا يا طلاب يمتم جاي تاخذين وقتك ووقت غيرك. اذا تبدوني اتوقف ما عندي مشكله، هسه اتوقف. نكمل دكتور نكمل. لا لا كمل. لا دكتور كمل. خلينا نكمل. هنا التفاعلات الأسيد هالايد مثل ما قلنا مساء، أنه تتفاعل ويا إيش اسمه ويا الماء، تتحلل مائيا تعطي، ترجع لأصلها الكربوكسيليك أسيد، تتفاعل ويا الكحول تعطي إستر، تتفاعل ويا الأمينات تعطي أمايد، وتتفاعل ويا المركبات الأروماتية من خلال تفاعل الفريدلكرافت ويعطيني الناتج كيتون. أكو سؤال لو أكمل؟
دكتور هذا الـ ARH شلون شكله؟ حلقة بنزين. فين الـ ARH؟ أو أي شيء حرقي؟ أي شيء أروماتي. الـ AR مختصر لمن؟ أروماتي. أوكي. أكمل. هنا عندنا تفاعلات أمثلة. هنا عندنا أيضا أمثلة. هنا الأسيد أنهايدرايد. تسميته بالضبط نشيل الأسيد ونخلي مكانها أنهايدرايد. لو كان الأنهايدرايد متطابق متماثل، لو كان غير متماثل هاي مو يمكم أنا ما نعطيكم إياها. إذا كان أسيتيك أسيد الأنهايدرايد ما تصير أسيتيك أنهايدرايد، لو كان بنزويك أسيد يصير بنزويك الأنهايدرايد ما تصير بنزويك أنهايدرايد. أوكي نكمل. نكمل. نعم دكتور نكمل. هنا تسميتها. هنا عندنا الانهايدرايد الحلقية. شلون يصير الانهايدرايد حلقي؟ شلون يصير الانهايدرايد حلقي لو كان اصله شنو؟ اثنين كاربوكسيل، مركب واحد ثنائي الكاربوكسيل. يمتى يصير حلقي؟ يمتى ما يكون مركب واحد ثنائي الكاربوكسيل. اكو سؤال لو نكمل دكتور؟ الساسنك نفس الماليك بس الفرق هذا غير، يعني هو الساسنك بيوتان بس هذا بيأثر مزدوجة وهذا ما بي المالك بي. بالضبط. اكو سؤال لو اكمل؟ كمل دكتور. اوكي نتوكل على الله. نعدكم امثلة ورجاء لا تسألوني هسه بوقت الامتحان، كلش مو حلو ولا بحقي ولا بحقكم. طالب يقول لي تعال حل لي اسئله وانا نعطيه الكورس كله مجال هو يتمرن، مو يجي لي ليله الامتحان ويقول لي تعال حل لي اسئله. المفروض طالب خلال فتره هذا يراجع الماده يشوفها ويشوف يا شيء عنده بي خلل، وما شاء الله معظمكم جاي يمشون على هذا النمط وكلش حلو، بس ما الطالب يقول لي بليلة الامتحان تعال حل لي الأسئلة ما لحق لنا الباشر، يعني هي هواي مو سؤال وسؤالين. المهم نكمل. الأنهايدرايد تفاعلاته كلش مشابهة للأسيد هالايد، لكن الفرق الناتج العرضي دائما يكون شنو هو؟ دائما الناتج العرضي شنو؟ حامض كاربوكسيلي. حامض كاربوكسيلي. اوكي هسه هنا تفاعلات، هنا امثله مثل ما قلنا مساء. هنا الفرق شنو عندنا؟ المركبات الحلقيه راح تتفاعل، الانهيدرات الحلقيه راح تتفاعل نفس التفاعلات بالضبط، لكن الفرق الكاربوكسيل بدل ما يصير منفصل راح يصير من ضمن الجزيئه يصير بالطرف الثاني من الجزيئه. اوكي اكو سؤال؟ لا اوكي خلينا نكمل. هسه الاستر نفس التسميه تقريبا مالت الاملاح، بس هنا عندنا الاستر بجزئين، جزء كحول وجزء اللي شو يسمونه الحامض الكربوكسيلي. جزء الكحول يصير تنشال الاي ان اي وتنخال مكانها واي ال، والجزء الحامض الكربوكسيلي تنشال الاي سي وتنخلى مكانها اي تي اي. هنا عندنا أمثلة وهنا عندنا هذا المثال اللي حليته لكم بآخر محاضرة، واعتذر أنه ميكانيزم. نعم ميكانيزم مال مدري ALCL3 نعم مال تفاعل، بس الناتج راح يكون هذا مال SOCl3 راح يكون اسيد هالايد، والميكانيزم جروب اي ما شرحت انه يعني بالحضوري. انا هذا التفاعل شرحته وموجود عندكم بالمحاضرات اللي دزيت لكم اياها، شوفوا بارت 3 موجوده.
موجود هسه. ها هاي سوينه لحظه بارت ثلاثه يا هو منهم بس لحظه مور ثلاثه اي هسه هذا التفاعل وخلينا نشوف 3 بي هذا مشروح لثلاثة اي راح اسوي له شير سكرين وموجود عندكم بالمحاضرة هذا هو جاي تشوفه دكتور ما طلع لا هسه موجود عندكم انا دازلكم اياها دازلكم اياها بالكلاس هاي المحاضرة دازلكم اياها بالكلاس نعم هاي الشروط هاي مو بس هذا شنو هذا هذا شنو؟ هذا شنو؟ ميكانيزم صح لو انا غلطان تريد ميكانيزم الرياكشن كلش بالضبط؟ ميكانيزم الجو دكتور ميكانيزم تفاعل الجو مع الـ SOCl2؟ اوكي اوكي هو راح يصير عندك تفاعل انه الـ S الاكسجين يفاعل الـ Cl وبعدين دكتور نعم دكتور انت كاتب شعبة هذا الجروب الباء انه انه ال SOCl2 راح تجي تلزق على الاكسجين مشلون هذا ال S double bond O Cl Cl عندك H O C double bond O O R ما لي علاقة بالR شنو أوكي هاي راح تهاجم لهنا راح تنفتح واحدة من الأواصر إيش راح يصير عندك R C double bond O O H وهنا S O minus خلي شوية نزغر السهم او اس هنا عندي سي ال هنا او ماينس وهنا انا عندي سي ال وهنا عندي اتش بلس الاتش راح يطلع والCl تطلع حمينة والأكسجين يرجعها صرامة شو يصير عندي R C double bond O O S double bond O Cl أوكي هسه ايش راح يصير عندك تجي Cl minus اللي طلعت تهاجم الكربونيل يصير عندك R O minus O S double bond O Cl Cl هنا ايش راح يصير عندنا؟ ترجع تسوي عصر مزدوجة ويطلع هذا فيصير ايش يصير عندنا؟ R C double bond O Cl زائد S double bond O Cl منا O minus والO راح تاخذ الـ H هذا اللي طلع بالبداية فتصير O H هاي هو أكو بعد سؤال دكتور بال acylation يعني من تنضاف ال AlCl3 هم راح صار لها ميكانيزم أعتقد
ميكانيزم موجودة خذيناها من البي هنا المالت أخير شيء فاهمينها. يلا مشكور أحياكم. خلصنا طلابنا؟ عفو دكتور بخصوص تسمية الأسيد أنهايدرايت ناخذ على أصل حامض اللي إجت من عنده أكيد. زين الحامض أكو تسمية شائعة وأكو تسمية أيوباك هي من عندهم ناخذها؟ لا بالأيوباك. تمام دكتور شكرا. هيا إن شاء الله. ممنونين دكتور شكرا جزيلا تعبنا. حياكم الله حياكم الله. يلا في أمان الله.